اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين وتحقيق عوائد اقتصادية كبيره سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع او على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المرورى بما له من تاثيرات سلبيه هائله على الاقتصاد والمواطنين بالاضافه الى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية بمختلف جوانبها والموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو ومستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اخر مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل تضمن عرض مستجدات الجهود المكثفه الراميه الى توطين صناعه النقل والسكك الحديديه في مصر بالشراكه مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت الى مراحل متقدمه في اطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني، حيث اوضح السيد وزير النقل ان مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكك الحديديه او الاتوبيسات من الخارج مره اخرى حيث يتم تصنيعها في مصر باياد مصريه واوضح المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه بتعزيز الخطوات الشامله للدوله في اتجاه توطين الصناعه وتعميق التصنيع المحلي بالشراكه والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائده على مستوى العالم، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمه لانشاء المزيد من المصانع الخاصه بتصنيع المكونات ذات الصله في مصر، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وتوفير العمله الاجنبيه، فضلا عن المساهمه في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية